معانا السيدة أم أحمد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يبارك فيك يا دكتور. ربنا يرضى عنك. أسأل حضرتك بعد إذنك. اتفضلي. هو أنا عندي ابني 14 سنة. طيب. ربنا يبارك فيه يا رب. ربنا يحفظك يا رب. سن المراهقة حضرتك عارف. فهو كان قبل السن ده كان بيصلي مع والده باستمرار وكان يفرح قوي والده واخده الجامع معاه. كان يعني هو مازال أخلاقه ونفسه كويسة الحمد لله. طيب. بيسمع كلام مع والده وكويس جدا معاه. طيب. بس حتة الصلاة بحس إن السن ده هو متكاسل فيه. فأنا حابة إن حضرتك تقول لي في طريقة أحببه في الصلاة إن هو يروح يصلي من نفسه وهو حابب ده من غير ما تبقى الموضوع مجرد أوامر عشان يرضيني لازم يعمل كده، لا أنا حابة إن هو يعمله كده إرضاء لوجهي. طيب. عشان أنا مطمنة عليه، فدوري أنا كأم في سن المراهقة حضرتك طبعاً عارف هو بيبقى عنيد شوية. حضرتك سمعاني من أول الحلقة؟ أيوة فندم، أنا سامع حضرتك. يعني حضرتك كنت معانا من أول الحلقة. أنا فتحت وحضرتك بتتكلم على الدور اللي هو المفروض ناخده كويس. حضرتك هتسمعي الحلقة مرة تانية وتذاكريها. أنا أقول لك إيه دلوقتي؟ أقول لك مختصر الجواب دلوقتي خالص. حضرتك لو سمحتي أكتر حاجة لازم تعمليها عشان ابنك يرجع يصلي ويحب الصلاة ويبقى قريب من الله، خليه ما يصليش عشان يرضيكي. طب عشان ما تخليه يصلي عشان إيه؟ يصلي عشان هو بيحب ربنا. فتعملي إيه؟ تكلميه عن ربنا كتير، يعني تكلميه عن جمال ربنا، تكلميه عن حب ربنا بالذات، تكلميه عن ود ربنا وحب ربنا وعن حب حضرة النبي ليه وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجتين دول هما الأساس اللي ممكن نتعامل بيها مع ابنك. هو هيحس بتغيير، هو هيقول لك هو إيه اللي حصل؟ أنت ليه ما بتتابعنيش في الصلاة؟ أهم حاجة إن إحنا نفهم أولادنا إن إحنا بنعبد العبادة دي أو بنصلي أو بنصوم أو حتى بنعامل ربنا أو بنبقى أصحاب أخلاق عشان المعنيين دول، عشان حب الله وحب رسوله. لأن كتير من الناس لما بيجوا يعلموا أولادهم بالظبط، عارف أنت لما واحد يقول لك إيه ده أنا بليت الدور الثالث من غير ما ابني الدور الأولاني، ده اللي بنعمله مع أولادنا. الدور الأولاني إن هم يحبوا الله ورسوله. فبعض الناس قالوا إيه، عارف بالظبط كده زي واحد يجي يقول لك إيه الحب بيجي بعد الجواز، الحب بنعيشه مش الحب هو اللي بيجي، الحب احنا بنعيشه. وعشان كده ايه اللي حاصل؟ يقول لك يعبد ربنا وبعدين يحب ربنا، لا هو يبتدي بحب الله سبحانه وتعالى، يبتدي بمعرفه جمال حضره النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي البدايه الصح. الناس كتير ما جربتهاش، جربت ان احنا نعمل ايه؟ جربت ان احنا نمشي زي القطر. فادى ذلك الى ايه؟ على معنى كده ان احنا مش هنساعد اولادنا ومش هننصحهم، هننصحهم. بس نحط القاعده الصحيحه ونحط الأصل الصحيح في التعامل مع الله، وبعد كده نشتغل. نشتغل إيه بقى؟ إن إحنا بنتكلم عن الصلاة على إن هي مغيرة للحياة، على إن الصلاة ده معنى في حياتنا، مش على إن الصلاة حاجة بتخلينا نهرب من سمعة سيئة إن فلان ما بيصليش. لا، إحنا عايزين الصلاة تعمل معنى في حياتنا، فلازم نكلمه عن القيم اللي بتعلمها من الصلاة. إحنا شايفين ده بعيد عن تفكيره، أنا آسف، مش بعيد عن تفكير ولا حاجة. الأولاد بيحاسبونا أنتوا بتصلوا إزاي وما بتعملوش الأخلاق الفلانية ليه؟ لأن هم فاهمين أن الأخلاق أولا وأن الصلاة بتيجي عشان تدعم الأخلاق، فلازم نكلم أولادنا عن ده. فدي شيء مهم جدا جدا بالترتيب اللي أنا ذكرته لحضرتك، وإن شاء الله ربنا يوفق ويجعله إن شاء الله في الصالحين ويجعله إن شاء الله بخير. لو سمحتي ما تعوديش تقولي له أوصاف سلبية، انت اتغيرت وبقيت وحش، بلاش الطريقة دي، بلاش الأحكام، نتوقف عن الأحكام دي تماماً.